اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. احنا على ابواب معرض فروت لوجيستيكا للحاصلات الزراعيه في مدينه برلين في المانيا، اكبر المعارض العالميه المتخصصه في تصدير الحاصلات الزراعيه، في حوالي 70 شركه مصريه متخصصه في تصدير الحاصلات الزراعيه بتشارك في قاعتين كاملين في معرض فروت لوجيستيكا. عشان كده كان لازم نعمل لقاء هام جدا مع السيد النائب عبد الحميد الدمرداش رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية. لازم نفهم كيف يمكن أن تتفادى الشركات الزراعية المصرية التي تتجه للتصدير النيران الصديقة، ودي معناها أن عندنا شركات بتتنافس بشكل كبير جدا، بتتنافس مع بعضها مش مع أسواق العالم. يعني ناس بتطلع بالموالح بسعر لازم يغطي تكلفة الإنتاج، وناس تانية بتطلع بتكلفة الموالح بأقل من تكلفة إنتاجها، وطبعا ده أسبابه معروفة. كمان في ناس تانية بتصدر البضائع المصرية في قطاع الحاصلات الزراعية كبضائع أمانة، وطبعا ده أمر مرفوض جملة وتفصيلا. أيضا لازم نعرف أسواقنا الجديدة في كل قارات العالم، وما هي المحاصيل اللي لازم نتجه لزراعتها والتوسع فيها في السنوات المقبلة. لازم مصر تمتلك خريطة بمحاصيلها الزراعية والأصناف الجديدة. احنا دولة عضوة في اليوبوف، يعني منظمة حماية الأصناف النباتية، وبالتالي من حقنا ناخد أحدث الأصناف النباتية في العالم ونزرعها في أرض مصر. دي أصناف مطلوبة عالميا وممكن تضاعف صادراتنا. تخيلوا حضراتكم احنا صدرنا حوالي 6.5 مليون طن حاصلات زراعية قيمتها 3 مليارات و300 مليون دولار، وممكن نضاعف هذه الأرقام إذا اتجهنا إلى زراعة الأصناف النباتية المطلوبة في كل أسواق العالم. قطاع الحاصلات الزراعية ممكن يحصل له قفزة إذا اتجهنا إلى تصدير تمور المجدول بشكل كبير جدا، والتوسع في الأصناف المصرية المعروفة عالميا. إذا اتجهنا إلى النباتات الطبية والعطرية وهي فرس الرهان في معرض فروت لوجيستيكا في برلين في ألمانيا. يعني مصر طلعة تنافس بقوة في التمور والنباتات الطبية والعطرية، ده بخلاف محاصيلنا اللي مصر اشتهرت بيها في كل أسواق العالم زي الفراولة والموالح والبطاطس والعنب وغيرها من المحاصيل الهامة جدا اللي مصر نجحت بالوصول بكميتها إلى 6.5 مليون طن سنويا. اللقاء مع النائب عبد الحميد الدمرداش يتسم بالهدوء الشديد والعقلانية والتفكير في مستقبل الصادرات الزراعية المصرية والخطوات التي يجب اتباعها لمضاعفة الكميات الحالية، والمشاركة بقوة في الوصول بقيمة الصادرات المصرية في جميع القطاعات إلى 100 مليار دولار. اللقاء شديد الأهمية، خليكم معنا.